هلا يعني هيك مع المسلسل، بس انا طفيته شوي. لازم شو نتحلى سيدرا؟ ما بعرف انت افتحي. يا سلام، يا الله، شكله 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 خطير. وانت وكل وقت الله. هو شفي عنا لوتس. يلا يما يما، احنا افتحي لنا العصير سيسي. ده هي انا طعمه. انا ما اظن فريز او هيك شيء. بالي دوق هاي اول شيء. الله عليك يا سيسي، بس كده ما حط قلب تمي. يلا طلعي دقيقة شوي. الله هي ده تصير. شوفوا 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 الله، شوفوا شوفوا كيف قاعد ولافف حاله بالاحلام وطالع بس راسه. يعني شوفوا، يعني ما بعرف شو احكي، ما بعرف شو بتطلع فيني كمان. ليه؟ قوم تعال عندي يلا، تعال تعال عندي، تعال هون، تعال يلا. نام نام نام. بعد شوي بعد شوي. شبه صدم جمعي. جمال شو صار له؟ عفس حاله عفسه، ما بعرف يعني. لك اتركي اتركي لك اتركي. شوف اسنانه ما احلاهم. شفتوا احلى اسنانه؟ ايه ايوه. عدوكن عدوكن هذا الفرتوكه. ما في نعيما يا انا، ما في نعيما يا ام السوس. الله، حسيت حالي بعد الحمام هيك بدها نومي غير شكل. بس اللي صار فيني انا اني انا اخذت قيلوله، ف ممكن يوم ما يجي نوم فورا، او ممكن نام يعني ما بعرف شو بصير معي، ما بعرف. بس بدي اشيل مناكيري قبل ما اعمل اي شيء. بتعرفوا اظافري كتير تعبانين هاي الفتره كتير، يعني ما عم بيلحقوا يطولوا، بحسهم انه بينكسروا. مو بحس يعني، بينكسروا فعليا بينكسروا. انا جبت لون مناكير لون موف، بس ما لقيته بصراحة. لو لون جديد ما حاططه من قبل، بس ما لقيته المناكير. بس طبعا بدي ارجع اعمل وش تاني لانه احمر، ف عادي انه يصبغ اكتر. بس بعد ما نظفنا نرجع مننظف منيح. هذا هو الاطفر يلي انكسر، اي هذا هو. فبدي اضطر هلا شو اعمل قصة، لانه خلص حتى لو بدي ابرده ما عاد يمشي الحال، فلازم اني قصة، لانه خلص حتى لو بدي ابرده ما عاد يمشي الحال، فلازم اني قصة. قلب الأطفال
خلصنا. بقيان عندي بس الايد الثانية تكون خالصة. شايفي؟ بس هذا بده قص. عم فكر قصهم كلهم ما بعرف. خلصت من اضافري وغسلت ايدي. بدي احط هلا الكريم يلي يعني انا بستخدمه بالعادة، لانه بصراحة بسفرتي ما حطيته، يعني عم اغسل وشي ونام فورا. فرجعنا نطلع الفرق الايام يلي ما استخدمتهم، ما استخدمت الكريم فيها. عمار وسيدر عم بيلعبوا مع اولمو. سيدر عم بتقول له يا الله، بس لذيذ لذيذ. انا بعمل حالي معصبه منه، انا ما بكون معصبه منه، بس هيك حركاته كثير بتستوي هيك تعضوه، فبعمل حالي معصبه منه، فهو بيقعد بالزاويه بيطلع فيني هيك. بس لا حاببني يعني، ما بقى شيء. بس انا خايفة اتعود عليه بصراحة. المشكلة انا ليش ما انا بحب، بس ليش ما كنت جيب؟ لانه بسافر كتير، بطلع كتير، بدي فكر صير فيه يعني، فهمتوا علي؟ لانه مسؤولة، بدي فكر صير فيه. ما بدي حطه، وين حاتركه يعني؟ من هي السوالف. بس عمار حطنا تحت الامر الواقع وفاجئنا بصراحة. انا حبيته يعني، لقلنا حبيته، بس عن جد بتحسوا بيبي هيك، بيبي ولازم تهتموا فيه. علشان عمار لما فاق الصبح واكل هيك اولمو شبع، فبعدين جاب له السناكس والشوكولاته تبعه، فتح له اياها، صار يعمل، صار يحس انه كثير استمتع، كثير كثير استمتع. اول شيء ما يعني ما قبل، ما كان يعرف شو هي، بعدين صار يشم ريحتها وداقه فعجبته فصار ياكل. هاد بدي اعوده، بدي اقول له عمار يعني بس تحسه قاعد ادمي انه كاف او طعمي شوكولاته، مو كل شوي هي على اساس مكافأة انه هو قعد ادمي وصار شطور. من طعمي حلو. وين المرتب تبعي انا؟ وين؟ ما ندري. اي بلد؟ ما ندري. مشت شعري تمام، وحاتركه لينشف لحاله على الاخر، ما راح نشفه لاني مالي طالعه يعني. هذا يعني حمام اخر الليل، حمام ما قبل النوم، فحمصته اعمل روتيني بشعراتي، بس ما رح نشفه، خليه يشوف لحاله. مشط الشعر من تحت اول شيء، بعدين ببلش مشطه من فوق. جيب المعطر، وبعدها حجيب سيروم الشعر. بحطه على اطراف شعري من تحت. هلا هيك بترك شعري ينشف لحاله. هلا بقوم بلبس بيجامتي. شو انت عم تعذب؟ انت عم تعذب شي؟ قلي
وين رايح؟ وين رايح؟ طول بقى، خليه خليه براحته، خليه براحته. كأنه حاطة ريحة عطر حلوة. حاطة ريحة عطر حلوة بس مو عطرك على فكرة، هاي العطر تبع شعري. ايه عن جد حلوة، تشبه قريبة لهذيك. قصدك هاي اللي قلت لك حصادرها؟ حصادرها أنا، أنا حصادرها. قولوا الله يرجع. أنت بتفلش. يعني هيك الهدايا بلا سيسي يعني بصراحة. لك يا أختي أخ. أعطيني هلا أنت جود بوي. جود بوي ما حتعذبني صح؟ ما راح تعذبني، حط لك عطر. وين عطرك؟ وين عطرك؟ لك لا لا لا. يلا باي باي. على فكرة بيعرف هو. يعني لما بيشوف المسافة إنه عالي عليه ما بينط. بخاف على حاله شو مفكرين؟ أقولك ليش صوتك على الغرفة؟ تعال تعال. أنت بس ما تخربشني ماشي؟ حبيبي. إسراء ما تخلي. لا بينزل نزل. نزل شوف. انت شايفه تكنيكو؟ لا هذيك المنطقه ممنوع تقرب عليها من اللي عم اقول لك. تمام، بحب الزوايا. يلا.